أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن البحرين تعتز وتفتخر بعطاء الفنان البحريني الذي ساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي من خلال تقديم صورة مشرفة، وأكبت بأدائها مختلف الاتجاهات والمدارس العالمية العريقة، مشيدة سموها في هذا الصدد بدور مبادرة فن البحرين عبر الحدود في تعزيز مهارات الفنانين البحرينيين وتنمية مجالات نشر إنتاجهم الفني عبر الانتقال بأعمالهم بين عدة عواصم ومدن عالمية وفي أرقى المنصات والمعارض المتخصصة، الأمر الذي يساهم في الترويج والتعريف بالفن البحريني بما يعزز من مكانة المملكة كمنارة ثقافية وكحاضنة لإبداعات وإسهامات مبدعيها. جاء ذلك لدى استقبال قرينة عاهل البلاد المفدى لعدد من الفنانين المشاركين في الفعاليات الخارجية لمبادرة فن البحرين عبر الحدود التي اعتبرتها أحد أهم التجمعات الفنية التي منحت المشاركين فيها الحرية الكاملة للإبداع في أعمالهم عبر إتاحة المساحة المناسبة في المعارض المتخصصة سواء على أرض البحرين أو خارجها، معربة عن سعادتها بمشاركة وتفاعل الفنانين الشباب من الجنسين ضمن فريق المبادرة وبما يرسخ أحد أهم أهدافها عبر خلق جيل جديد من الفنانين لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الفن. كما نوهت صاحبة السمو الملكي بجهود صندوق العمل تمكين على احتضان وتمويل مشروع من خلال برنامج عمل محدد لمدة 3 سنوات عبر تنظيم معرض سنوي في البحرين وتنظيم 3 فعاليات فنية دولية للترويج لأعمال الفنانين التشكيليين، داعية في هذا الصدد إلى استمرار هذا الدعم وتنويعه ليشمل فئات أكثر خاصة من جانب الحرفيين البحرينيين لتصل أعمالهم للعالمية وإتاحة خيارات جديدة لهم تسمح بتسويق منتجاتهم وحرفهم في الخارج. كما أشادت سموها بالدور الكبير الذي تبذله السيدة كانيكا سابروال مديرة معرض البحرين معرض فن البحرين عبر الحدود وفريقها، وحسن اختيار المدن والعواصم العالمية لإقامة المعارض في أرقى صالات العرض لا سيما في باريس ولندن وسنغافورة، منوهة في هذا الصدد بمستوى تنظيم فعاليات وأنشطة المبادرة ما يتيح فرصة غير مسبوقة أمام الفنان البحريني للتشبيك مع خبرات فنية مختلفة حول العالم وبما يساعده على الارتقاء بأعماله. من جانبه قدم الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين شكره وتقديره لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على دعمها ومساندتها للفن في البحرين لما له من تأثير على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن دعم تمكين لمبادرة فن البحرين عبر الحدود آرت باب خلال 3 سنوات مضت ساهم في الترويج والتسويق لأكثر من 60 فنان وفنانة بحرينية، حيث بدأوا يكتسبون سمعة دولية ويتلقون دعوات للمشاركة في معارض خارجية، موضحا أن تمكين بصدد إقامة ورش عمل تدريبية بمشاركة خبراء الفن حول العالم لصقل مهارات وخبرات الفنان البحريني. هذا وعرب الفنانون المشاركون في مبادرة فن البحرين عبر الحدود عن سعادتهم بجهود صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ودعمها لأعمالهم عبر إقامة معارض متخصصة داخل وخارج البحرين ما أتاح لهم الفرصة لنقل ما يحملونه من إبداع إلى العالم.